رجعنا. نحب نشكركم، نحب نشكر الناس الكل هنا اللي هربت للمسرح. وين عنا نور؟ كان مش للمسرح والفن. نحب نشكر كل القائمين على المهرجان. نشكركم واحد واحد خاطرني نحبكم. ما خيبها المسارح من غيركم. بعد هالعطالة هذه كلهم قبل ما ندخل في الدراسة. لا علينا، حبيت نرحب بكم الناس كلهم ونقول لكم شنو هي هالمونودراما اللي باش نقدموها. هارب من الدولة الإسلامية. برشا أسئلة. أونفان أنا وصديقي وليد الدغسني تلاقينا قلنا لازم نحكي في موضوع مهم. أنا الغش الغضب. الموضوع هذا ما تنساش، أنا تونسي. واللي مشاو برشا فرنسا. طرح ما بين يدينا رواية، رواية مهمة، الكاتب مهم صحفي السيد هادي احمد. كنت فريق هارب من الدوله الاسلاميه. ليه؟ على شنو؟ وصلوا عليها؟ باعتبار عندنا برشا فلوس حاطينهم على شنو؟ برشا برشا فلوس وصلوا عليها، مترفهين الحمد لله من المسرح في تونس. عاد قلنا نصبوا وصرفنا صرفنا 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 حتى شيء. انتجنا المونودراما. انتجناها في شركه كلاندستين. حد من رسم الويس. شكر زاد للتقنيين والناس الكل. بون قعدنا في خذوهات ويقول لي المخرج، انا نقول له انا الممثل. وكالعركة ما بين المخرج والممثل والمعد حاسيلو عركة. وانت حد بسبكتاكل وفرضت نفسي يا انا ممثل. وين الممثلين يا زوديهم؟ وين يا ممثلين؟ وين المخرجين؟ خدمنا زوديهم. انتجنا قمنا بالعرض الاول ثم جينا رهبة كبيرة تعرض المسرح البنتي ليك الممثل. كنت نتفرج وجاء الوقت اني نعرض. الحمد لله بيه قلوا قايل انا ما جيتش باش نعطيكم دروس لا في الحياة ولا في المسرح ولا في التاريخ ولا في المونودراما كيف تكتب او تؤدى. هذه اشياء لا تعنيني، بل جئت لأقص عليكم احداثا صادمة حفرت على هذا الجسد. جسد ربما تبدو المسألة في نظر البعض منكم تافهة بلا معنى ولا تأثير، ولكني أعور عن انتباهكم وفطنتكم وذكائكم حتى أسمع صدى صوتي يتردد في دواخلكم. فربما تكون هذه الفرصة الأخيرة قبل أن يبتلع الانهيار. تسألين من هذه التي سيبتلع الانهيار؟ طبعا هي الشخصية. وما فائدة الشخصية المسرحية دون ممثل يؤديها؟ فالانتحار يغريها ويقترب منها هامسا. انتم في ملتقى الارواح المسرح، ارجو ان لا ينقطع حبل التواصل بينكم وبينها وتنصرف الى مكان اخر مخيف. ارجو قبل ان نبدا، كل الحكايات التي ستسمعونها وسترونها هي من وحي الواقع. فرجة ممتعة. السلام عليكم. السلام عليكم.
مسؤول. تفضل. وين ماشي؟ اسطنبول ان شاء الله. شنو هي سياحه؟ لا لا، خدمه. اشتغل موجود في الجواز. اشتغل نخدم في السياحه. الخزف. شنو هي السياحه؟ الخزف حددت يعني. شو نخدم في الفخار. يا فخار يكسر بابي. وين اللحم؟ حجم عليها على خاطر موضة. والشعر هذا شنو؟ تنجم تقول موضة. يا باهي بصمني. قول باي في الباسبور. نفست وهربت من قدامك يا استاذ. كان فيك يا استاذ. أول مرة واحدة عيطت لي يا استاذ. بعد الترايح ولا كريم وجهان ولا اعتصامات ولا سارة وضربني ونضربك وهربت. واحد يقول لي يا استاذ تفضل الباسبور لو سمحت. شو الخوف اللي سكن فيه؟ هذا صرف مليون تهوى عندك عمله؟ ما عملت حتى عمله يا ولدي. عمله ما تعرف. احنا العوام وظيفتنا انه نحميو العمله التونسيه. الدينار مثلا. دينار اللي ياما طيحوه وياما فلسوه وياما وناويين يعوموه. الدينار عايش العملة. هذا الكل من أجل الوطن، من أجل المواطن. تفهمني ولا تفهمني؟ عشو فهم هيك يفهمني. احنا موت هزت ساكس ومشيت بوقت الأرض. تيت 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 سلسل تيت خال تيت ترسل الدم ودخلت للطيارة. أتريز بلاصتي وهو رقم حق. 13 سمح لي بلاصتي محل الشباب. سمح لي. سمح لي. المحركات تخدم وتزمجر. تمنيتها تطلع بأقصى سرعة. رحلة في اتجاه الحلم، في اتجاه نشوة اللقاء مع الإخوة والمجاهدين من كل أصقاع الأرض. لم أخف ابتسامة الجذة، فأنا سعيد بما أنجزت وما أنا مقدم عليه. وداعا لهذه الأرض الكئيبة التي نكلت بنا في سجون الإيقاف، ومرحبا بمشروع العمر. ثلاث ساعات كانت كافية لمحطتي تلك الطائرة في ذاك المطار الفسيح. جنسيات من كل أصقاع العالم تتحرك في أمان وسلام. شيء طويل، شيء قصير، شيء عريان، شيء مغطي، شيء منفوخ، شيء مفشوش، شيء يتكلم جابوني، شينوازي، فرنساوي، إنجليزي، شيء ربرك من غادي تونس. يا صاحبي ولد بلادي يا برا هاني خليتها لكم واسعة وعريضة ريحة السد. مطار مصطفى كمال أتاتورك كان وجهتنا الأخيرة قبل أن تحط أقدامنا أراضي الدولة الإسلامية. ومن بوابة إلى أخرى كانت الأمور تمام التمام. خرجنا من المطار ثم قاموا بنقلنا في سيارة الأجرة إلى المنزل الآمن. قضيتم ليلة ومن الغد قاموا بنقلي أنا ومجموعة صغيرة نحو الحدود. تخلصت من هويتي وجواز السفر وكل ما يتعلق بشخصي. أنا الآن حر. ما يذكرني بذاك البلد الذي ابتلني والطادر إلى الجحيم بلادي لتلك صغارها. إلى الجحيم بلادي لتلك صغارها. إلى الجحيم بلادي اللي تضرب صغارها تقتل صغارها. إلى الجحيم. إلى الجحيم. ما جاءت ذاكرتي صورة ذاك المحقق وهو يجرني من لحيتي ومن شعري الطويل. أعسى أدخل يدخل غير يدخل. لو قل لك اش معناها تتحدى الدولة والقانون؟ شنو هو؟ ديرها في الاهالي الامنين يا وبش يا قر. يجي لنا انفق شلب. ادخل يمشي يمشي. ادخل يمشي. لو قل لك يسكر. نحب نروح. انا نحب نروح. سامحوني ما عملت حتى شيء. انا نحب نروح. نروح. يحب يروح. تحب تروح؟ سهل هو دخول الحمام بخروجه. ايه تكلم اعطيني اسم خليني نترقى. عيش ولدي
هيا عاد بس نعمل الدوسيه دنا. اعطيني اسم دنا دنا يا ولدي دنا. مش من وراه شكون كرش طارق، فخذات طارق، ساقين طارق، يد طارق. طارق راهو إنسان محب للفنون، يحب الخيل، يحب السباحة على الظهر وعلى البطن. طارق يحب الموسيقى. مش تحبوا على طارق؟ شو تحبوا طارق؟ هزي دي بفوت طارق. حب طارق. مش أمي. يا طارق شو؟ يا طارق راني فوق. يا طارق سكر فمك. مانيش خوك. سكر ما تقوليش يرحم بوك. سكر ما تقوليش يرحم امك. سكر ما تقوليش بربي ما نعرفوش. سكر يا طارق. يما يا بوليس. يا طارق يا طارق. السب من كل شيره والضرب. وفي لحظه غبت على الواحد. وجرت بذاكرتي تصور الموت ومتلفة جراء التعذيب. وإلى اليوم مانيش عارف كيفاش خرجت من الجحيم. اليوم نبدأ صفحة جديدة بلا هوية ولا انتماء ولا وطن سابق. وغدوة باش يكون عندي بطل جديد. تجاوزنا كل المواقف ثم قام المهرب بلساننا الى اخر نقطه وقال انتم العكا. يلا روح تجاوز حدود سيتلكفونكم. روح تونسي خرا. روح ابطل تونسلي جنين جهنمي. في بالي وانا فهمش بالتركي. تونسي غبي اذهب الى الجحيم. فاكيو وفعلا كانوا بانتظاري. الصعوبات التي تعرضت لها في الطريق. خير ما تخاف، انت في حمايه من اليوم. كنت اريد ان
لم أرى في ذلك الشكل المناسب للموت. انتهى التحقيق. ثم دخلت غرفة صغيرة بها فراش قديم. بعد كل هذا التعب ارتحت ولم تعد تفصلني سوى سويعات وننطلق. عند الفجر صلينا جماعة، ثم قام الإخوة بأخذي إلى تلك المدينة البعيدة، مدينة الجهاد والحق، الرقة. أعطوني ساندويتش جبنة وزيتون وزعتر. لمع كلها كانت شهيتي تكبر لحمل السلاح والقبض على الرصاص والركض وسط المعارك. وانهضت الأسئلة عن الوضع في البلد. من مات؟ من ولد؟ من نجح؟ من فشل؟ من انتخب؟ من انتخب؟ وهل ما زال خنازير الحداثة والإلحاد والعلمانية يحكمون؟ وإلى متى؟ متى؟ متى نرفع الراية الكبرى في تونس؟ جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. تكبير! 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 مين كان يجيب فيه كلام؟ يحكي 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 إنه قائد البذل المغامر العبقري الذي أعاد لنا هيبتنا المفقودة. كنت أتمنى أن أراه ولو لمرة واحدة. ما يعني أن يكون لك بطل في وطن لا أبطال فيه؟ لا أعلم، صورته المرعبة لم تفارق عقلي، وربما كان خطابه المزلزل سببا مباشرا في قدومي الى هنا. ذاك الطائر الخرافي الاسود حط فوق الكون وحجب الشمس، ضخم مترام الاطراف، لا شيء قبله ولا شيء بعده، ليل سرمدي جاءهم بالذبح قاسيا بادكا. من وكله عطشا؟ من سماه؟ من زكاه؟ من اعطاه عصا طاعتي فانتصب فوق رقابنا امرا لاهيا؟ تنتابني رغبه التبرد وفكاك الضوء. ساكون قمرا، قمرا مريعا يمتص الدماء من القلوب وتهتز الحناجر ليسال كيف اصبر اليه.
من نسل حاد تستقر بين ضلوعه وينتهي الامر، فما انا سوى درع قاطعة، عقل لا يقبل القسمة، لا شريك له. فما انا سوى درع قاطعة، عقل لا يقبل القسمة، لا شريك له. تردد صوت الطائرات ودويهم في جهرات عديدة، قنابل متهاطلة على أماكن معينة من المدينة كأنهم جاءوا لاستقبالي. أخذت هاتفي ودونت على مواقع التواصل الاجتماعي: أحييكم من الحدود المباركة، الأمضاء أبو إسلام النصراني. هكذا سميت نفسي، أبو إسلام النصراني. نشرت صوراً أثارت ردود أفعال كثيرة لدى أصدقائي الذين تركتهم يتأرجحون بين التردد والإقدام. سخرت منهم ولعنت خوفهم. أنا هنا أشق أول خطواتي نحو المجد والخلود. بعد قليل وصلتني رسالة تخلص من هاتفك، ففعلت. رغم القسوة والدميه إلا أنني نمت بعمق وحلمت. حلمت بها فاطمة حبيبتي، حبيبتي التي شقت قلبي إلى نصفين، نصف لها والنصف الآخر لها. كنا نتمشى على ضفاف البحيرة اللاك، نقرمش مقلوب لقانية ونشرب العصير. قلت لها: يا فاطمة هز النقاب، سر لي سالش حلالك يا فاطمة، يلزمني قام فاطمة، يلزمني نمشي يا فاطمة لنجدة إخوتنا وطحن الطواغيت وتطهير بلاد الشام من أنجس المجوس. يا فاطمة، فاطمة يا معلم، عمرك ما تكون في المبعض وقت النقاب، شبيك يا معلم، الكفار تعوضني يقلب منظرك. فاطمة يلزمني قام، فهمت فاطمة؟ مش أنا اللي قلت فاطمة، هو يحمش ما سمعتش السيديات يا فاطمة. يا فاطمة عليك، يا فاطمة اسمعي، لازم نشوف عليه للشهاد يا فاطمة، عليه يا فاطمة. أنا شهاد بالسلاح يا فاطمة، يا فاطمة أنا شهاد السلاح وأنت شهاد ال، ما تلزنيش يا فاطمة، ما توجع علي الشهاد الآخر يا فاطمة، ماي يا فاطمة، شو بك بطني يا فاطمة، أرجع يا فاطمة، هات بوسة حلال يا فاطمة، يا فاطمة، يا فاطمة. شبي وجهي يا معلم، شبي وجهي، بتغفرونا يا اخوي، يقلب وجهي، يقلب يا اخوي، يقلب وجهي، يا طفات يقلبوا يا معلم، يا فاطمة، فاطمة. كان خوفي عليها الى ان جوعتني تلحق، والى اليوم وانا انطق رغم مرور الشهر بدا الإحساس بالفقد يتسرب إلى قلبي. وحشتها، هاي وحشتها فاطمة الشامخة كنخل الجنوب وصلبة كسرابة المجاهدين. لم يكن يغسلني عنها سوى حلقات الصلاة والترقيق. تشبكت بصورتها سرا، شعرها، عيناها، أنفها، شفتاها، رقبتها، سطرها، بطنها. حتى فاجعني احد الاخوه، صاحبي تصوير الزاكس، شنو هذا؟ اخت نعتذر صاحبي، ماك تعرف انا ممنوع تحب ولا ترعب. انسى اللي فات مات، ويشفي قلب قوما مؤمنين. يا ربي يا ربي، نهضرهم من 14 ونص، شمالا جنوبا شرقا غربا، بين قردان تطاوين مدنين، بن عروس منوبة، الكل على بعض الباشا، تونس المستير، ونطلع المنقلة ونعري عليهم. أيها الكفار، أيها المرتدون، الدولة ماشية وتتمدد، سنقطف رؤوسكم ورؤوس أعوانكم الصليبيين، الصليبيين، صليبيين، صليبيين، صليبيين يا أخوي،
لكم أشبال الخلافة بإذن الله. والسلام لمن اتبع السريع. ذبحني كلامه ذبحا عصرني، لكن الحقيقة هل هجرتني فاطمة؟ هل نستني لما لا ترد على مكالماتي؟ أسئلة كثيرة لم أجد إجابة عنها. سأترك كل شيء ورائي من أجل تلذذ لحظة الانتصار. لمحت خيال شخص أمامي. مين؟ مين أنت؟ تكلم، مين أنت؟
مدرجا بدمائه وغارقا في ظلام الموت، بعد ان امطرت جسده بوابل من الرصاص، 5 10 15 لا اتذكر، لا اتذكر، كنت شاهدا على تلك الليله المرعبه. ما الذي دفعني لهذا؟ اتراه الخوف، ان لم اقتل ساقتل. مرحبا بكم في قانون الغاب والاشلاء، مرحبا بكم في قانون الغزوات الشرسه. لا مجال هنا للمبالاه. نظرت اليه نظره اخيره، فاغر الفاه، فكه يتدلى ساكنا، تراه يحب امه كما احب امي. الاكيد ستبكيه بحرقه كما بكتني امي وانا قابل للبراءة من دور زيارة السجن. كان يصلني صوتها المتعب جريان الانتظار، انتظار ابنها يخرج بعد غياب القصر. عندما خرجت كانت قد رحلت. يا رحمن يا رحيم يا الله، نسألك المغفرة والنجاة من النار يا الله. يا رحمن يا رحيم يا الله، نسألك المغفرة والنجاة من النار يا الله. يا رحمن يا رحيم يا الله، استرك المغفرة والنجاة من النار يا الله. ودعت أمي، تلحف جسدها التراب، انتهت قصتي معها وقصتها مع الحياة. لم أكن على اقتناع تام بفكرة الموت هكذا دون ضجيج. موت بارد لا حياة فيه. لم يكن في جنازتها وبهة ولا هالة تظللنا ونحن نمضي نحو المقبرة في كآبة. صلى الإمام والعجل، ثم دفعوا بجسدها في الحفرة المظلمة ومضوا مسرعين نحو ميت آخر. بقيت أنا وحيدا أحاول أن أتذكر ما كان يجمعني به. تلك العجوز التي عاشت أكثر من 70 حولا ولم تخلفني سواها، ماذا لو أنها انتظرت، تمهلت، تعقلت قبل أن تلدني؟ وماذا لو أنها انشغلتني قبل أن ترسل بي إلى هذا العالم الفسيح؟ عالم لو أنني قطعت أنفاسها بمخدة أو أعطيتها جرعة إضافية فترتاح. عندها لم يعاقبني ضميري، وسيصل الله عني. هي هناك الآن بلا وزن، تحلق في فراغ الريح وتنطق من أن يشغلها الزمن أو تطعيمها الكهرباء. أنا سعيد لأجلها.
الكاذب وبعض أصدقائي ممن هجروني وهجرتني. أصدقائي التي تشحن جسدي وتعطيني قوة أكثر. بعد مدة من تلك الحادثة عدت إلى ساحة المعارك. تواصلت مواجهاتي لعدة أيام وسيطرنا على مناطق استراتيجية. بدأت المدن تتهاون أمامنا الواحدة والأخرى الواحدة والأخرى حتى استقروا من المقام. الغنائم صارت حلالا والأهالي يقدمون الولاء دون مقاومة. انتهت المعارك واستدت ثقة وشراسة، ثم حملنا إلى مدينة أخرى. لم يكن الأمر هينا هذه المرة. حصرنا بشكل مفاجئ. بدأ الإخوة يتساقطون بشكل غير مسبوق. يا الله يا الله يا الله جدا يا الله يا الله. هل تراه يراني؟ هل يسمعني؟ هل سيستجيب؟ هل أنا على حق فعلا؟ كانت هناك سيارة مفخخة في ساحة المطار عرض علي قيادتها، لكن الأمر كان محسوما عندي. لا 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 لن أقوم بعملية كهذه. اسمعني الرجال في الفلوس كبير هو لا تفجير لا لا ما هوش الاختصاص بتاعي عايشك. لا 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 لم أنا من الليلة الثانية وانهارت قوايا نفسيا وجسديا. أريد أن أخرج أريد أن أخرج أحب نخرج أحب نخرج أنا أحب أريد أن أخرج أريد أن أخرج أريد أن أريد أن وغمرت وانهمرت الصواريخ من كل اتجاه. لم أعد أرى شيئاً. وذراعي تنزف بخسارة. إلى أين أمضي؟ وحيدا بلا مأوى. هل سأدفن في الفراغ وأطمر تحت الشرايا؟ من سيتعرف على جثتي بلا جواز ولا هوية ولا أوراق ثبوتية؟ أنا ميت لا محالة. واسودت السماء أمام عيني. عندما ارتعشت شفتاي بالنطق لأول مرة صعدت إلى الجبل وناديت الله قائلا: إنني عبدك يا ربي
مشيئتك الخفية شريعتي، وسأظل خاضعا لك سحابة الحياة. فلم يجبني الله، بل مر كعاصفة هوجاء واختفى عن ناظري. وبعد 1000 سنة صعدت ثانية إلى الجبل وخطبت الله قائلا: أنا جبلة يديك يا خالقي، من تراب الأرض صنعتني، وبنفحة من روحك العلوية أحييتني، فأنا مدين لك بكليتي. فلم يجبني الله، وكألف من الأجنحة الخاطفة اجتاز بي عابرا. وبعد 1000 سنة صعدت إلى الجبل المقدس أيضا وناجيت الله: يا أبتاه، أنا ابنك الحبيب، بالرأفة والمحبة ولدتني عن عيني. وبعد 1000 سنة صعدت إلى الجبل المقدس وخاطبت الله رابعة قائلا: يا إله الحكيم العليم الفهيم، يا كمالي ويا محجتي، أنا أمسك وأنت غدي، أنا عروق لك في ظلمات الأرض، وأنت أزاهر لي في أنوار السماوات، ونحن ننمو معا أمام وجه الشمس. فعطف الله إذ ذاك علي وانحنى فوقي وهمس في أذني كلمات تذوب رقة وحلاوة، وكما يطوي البحر جدولا منحدرا إليه طواني الله في أعماقه. وعندما انحدرت إلى الأودية والسهول كان الله هنالك أيضا. يبدو أن الحلم الذي جئت من أجل تحقيقه أصبح غبارا وسراب. بدأنا نعيش في أجواء الخوف، والأخبار تصلنا تباعا عن تقدم القوات النظامية. لم تعد لي ثقة في أحد، الجواسيس في كل مكان. احذر التسجيل، احذر المصلاة، احذر التسجيل، 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 احذر التسجيل. نصحني الإخوة كثيرا، ولكن دفع القائد الباب بعنف ودخل إلى الغرفة. بين يده فتاة مكتملة الأنوثة تتكلم بلغة لم أفهمها، إيزيدية، كردية، فارسية، لا أعرف. ضربها بعقبة بندقية فسقطت بين قدمي مغشية عليها. نظرت إليه نظرة مخيفة تختفي وراء ذاك الوجه المتجهر. قال: هي لك، افعل بها ما تشاء. لم يترك لي مجال من الأرض. أعلم ما مررت به من الصعوبات. أرجو أن تصيب هذه الفتاة الطازجة أحوال الأيام الفارقة.
وجها لوجه. غادر وترك أمامي فتاة مكتملة الأنوثة. هل هي صفرة؟ ما الذي يريده مني؟ هل هي الخطوة الأخيرة قبل أن يتخلصوا مني، أم أنها مكافأة مجزية على صلابتي في القتال؟ نظرت إليها ثغرها الباغة، عينها مغمضتان وتسبح في فراغ الأصم. وجدت نفسي أتلمسها، أتحسسها، ألحسها. وجه لملاك خرج للتو من الجنة، تشتعل الرغبة، أجرها أجردها وأنتفض. من أنا؟ أنا شيطان، شيطان رجيم، قاتل، أجل أنا قاتل، وكل هؤلاء المحيطين بي قتلة. طيلة كل هذه السنوات عشت الوهم والكذب. كيف لشاب محب لأشعار جبران خليل جبران ووديع سعادة أن يتحول إلى إرهابي؟ كيف؟ 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 من خدعني؟ هل هو إمام الحي الذي سرقني من مقاعد الدراسة وفخخ عقلي بكل هذا الكرة؟ كنت أراه ملاكا موشحا بالبياض، يلهو بخصيتيه ويداعبنا في كل مكان ومن كل مكان، يروي لنا حكايات عن الحور، نكاح الحور في جنان عدن، وعن الولدان المخلدين، كلام قشعر الدن يوقف الشعر، ايه هيج تخرج التنهيد سخونة والبدن تشحط. تكبير شترطع هنيئا له، الليلة بشيبة عريس شترطع هنيئا له، الى الحور هنيئا له، الى الحور وأنا من أنا؟ أنا مجرد كائن متوحش خرج عن الإنسانية. هل سيمنع عني الهروب؟ هل إحساس بالعار؟ هل ستصفح عني كل هذه الأرواح التي صفيتها في المعارك؟ أي جحيم ألقيت نفسي فيه؟ كيف سأقابل إخوتي وأبي؟ كيف سأقابل أمي وأمي؟ ما هذا الخراب؟ كانوا يشكون في إمكانية هروبي فعززوا المناقبة وازدادت عزلتي، وازداد عدد الإخوة الذين دفنتهم داعش وأحياء. صنوف من التنكيل والترهيب رأيتها. أي خراب؟ ما هذا الجحيم؟ أي عقل خرب أسس هذا السرطان؟ أي مختبر أطلق هذا الفيروس؟ من زرع الشر في داخلنا؟ هذا خطأ،
هذا خطأ، هذا خطأ لا يغتفر، خطأ. سأهرب، كيف أهرب وأنا من جئت طوعا؟ سأذوب وأجد مغارة به هي حياتي. لن يعرف أحد شيئا عني بعد الآن. مقفرة الطرقات وهابون وحدنا، الأرض صارت غبارا، وها نحن نكمل حياة الغبار. إننا نكمل حياة غبار الأرض، هذا الذي يجب أن يكمل حياته أحد، وها نحن نفعل. لا نكمل حياة الأرض بل حياة غبارنا، لا نكمل حياة بل موتا. جئنا لنرافق الغبار في هبوبه الأخير، نحمله إلى مثواه وننام معه. ما كان الأرض لا يشبهنا، إنه نقيضنا ونحن أنقاضه. وما جئنا لنكمل تلك الأرض بل لننقضها، ما جئنا لنكمل بل لننقض. لا دين قبلنا، لا دين بعدنا، لا دين لنا. غباريون بلا دين وبلا متدينين، فليس للغبار غير الهباء. سابحون في فراغ، في الفضاء الذي لا الأرض أمه ولا ولده، في فراغ الأبوة وفراغ البنوة. إننا ذاهبون إلى إلهنا، إلى العدم. نحن الغباريون، نحن الغباريون، وهذا ما رأيناه في هبوبنا. هذا ما كان شيئا قبل أن يصير غبارا، ما كان شيئا قبل أن نصير نحن الغبار، ما كان شيئا قبل أن نصير نحن الهباء. أتمنى من كل قلبي أن تتحول الأرض إلى صفير محر تحيط بها برك الدم، وتطوف بها الجان، وتفرش القبور عن أنين موتاها قبل موتهم المفاجئ. الآن أتمنى ومن كل قلبي أن لا يحدث ذلك كله. هل نستطيع النوم فعلا؟ أو ليحدث ذلك، ليحدث وبشكل عنيف لا يطاق.